بالعودة والذهاب إلى مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، حيث تتواصل الاستعدادات النهائية والتي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ كوب 27. تنضم إلينا مباشرة من هناك موفدة التلفزيون المصري الزميلة سالي سالم. سالي، بعد التحية، لو تضعين وتضعي المشاهد الكريم في تفاصيل آخر استعدادات مؤتمر كوب 27 لديك، وماذا عن زيارة رئيس مجلس الوزراء لتفقد الاستعدادات النهائية للمدينة اليوم؟ نعم، تحياتي لك مصطفى ولمشاهدينا الكرام. ما زلنا في هذه المتابعة اليومية والمباشرة من المدينة الخضراء أرض السلام شرم الشيخ، استعدادا وانطلاقا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 6 وحتى 18 من نوفمبر الجاري. لو تحدثنا عن أهم ما يحدث على أرض هذه المدينة اليوم تحديدا، فبالطبع جولة دولة رئيس الوزراء التي بدأت منذ صباح هذا اليوم، وبدأت بمطار شرم الشيخ الدولية، أول مطار ذكي على مستوى محافظات الجمهورية. هذا المطار هو الوجهة الأولى للوفود والزائرين والمشاركين في هذه النسخة من هذا المؤتمر، وبالطبع الاطمئنان على جاهزية هذا المطار والتأكد من سلامة الإجراءات التي تتم داخل هذا المطار بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لصلاة الوصول وتسهيل الإجراءات لوفود هذا المؤتمر، وأيضا التأكد من استخدام هذا المطار لكافة الإجراءات والاشتراطات التي تتعلق بالأمن والسلامة. هذا المطار الذي يعمل بالطاقة الشمسية. وبعد ذلك انتقل دولة رئيس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء وبالطبع محافظ جنوب سيناء إلى تعقد ميدان السلام، وهو المجاور لهذا المطار على بعد كيلومترات بسيطة. هذا الميدان وأيقونته ميدان السلام، وهو مقصد سياحي، تم رفع كفاءة هذا الميدان ضمن عدد من الميادين داخل هذه المدينة، وزيادة أعمدة الإنارة والمسارات الخضراء وتطوير وتوسعة الطرق المحيطة بهذا الميدان كما هو الحال في عدد كبير من ميادين هذه المدينة. وانتقل دولة رئيس الوزراء بعد ذلك إلى تفقد المنطقة الخضراء المواجهة لمركز المؤتمرات الدولية الذي سيقام فيه الفعاليات الرئيسية. هذه المنطقة بدأ بتفقد المستشفى الميدانية، هذا المستشفى الذي يعد أول نموذج للتعامل مع التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث المهمة. هذا النموذج الذي يتضمن كافة الإجراءات الخاصة باكتشاف والتعامل مع حالات الطوارئ، من الحالات البسيطة وحتى الحالات الحرجة. هذا النموذج الذي يتعامل بالطاقة الشمسية والمتجددة، وهو نموذج يثني عليه الجميع للتعامل مع الحالات الطارئة. هذا المستشفى الميداني مجهز بكافة الإمكانات والطاقة البشرية والكوادر البشرية، يعمل على مدار الساعة لاستيعاب أي طارئ لا قدر الله. أيضا تفقد دولة رئيس الوزراء في هذه المنطقة القاعات الرئيسية التي تتضمن عدد من الفعاليات التي تقام بالتوازي مع ما يتم داخل المنطقة الزرقاء ومركز المؤتمرات الدولي، والمقام على شكل زهرة اللوتس بعدد من القاعات وعدد من الفعاليات تتضمن ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية في الفترات والسنوات الماضية. أيضا عدد من المبادرات والتفاعلات والتظاهرات المناخية التي يقوم بها عدد من المتطوعين، فضلا عن الجوانب الخاصة بالوزارات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات التي ستقام. انتقل دولة رئيس الوزراء بعد ذلك إلى المنطقة الزرقاء والتي سيقام بها الفعاليات الرئيسية واستقبال القادة ورؤساء الحكومات، الفعاليات التي هي بالطبع تحت رئاسة الأمم المتحدة. عدد كبير من المشروعات التي تفقدها دولة رئيس الوزراء خلال هذه الجولة انتهت بالمنشآت السياحية والفندقية. والكلمة تعود إليك مصطفى مرة أخرى في بالطبع الأسطول. سالي، سنتابع معك على مدار الأيام القليلة القادمة كافة الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق من كافة الأجهزة المعنية في الدولة المصرية لاستقبال هذا المؤتمر كوب 27 بالصورة المشرفة التي تعبر عن الدولة المصرية. شكرا جزيلا زميلتي سالي سالم، وفدت التلفزيون المصري إلى مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. شكرا جزيلا لك.